على مدى عامين مضت دفعت قناة اليمن اليوم فاتورة أدائها الإعلامي المنحاز للواقع وقضايا الناس، حيث تعرض الصحفيون والمصورون العاملون فيها لاعتداءات ممنهجة خلال تأديتهم لمهامهم الإعلامية، كما كانت كاميرتها عرضة للنهب من أجهزة الأمن ومن مسلحين قبليين. السبق الإعلامي في نقل الحدث وعرضه على المشاهدين بصورة قبل الصوت ميزة مهنية تحرص أي وسيلة إعلام تحترم قواعد العمل المهني على الظفر بها، لكنه في نظر عمال ماكينات الإعلام التقليدي ودخلاء المهنة تهمة جسيمة، سيما حينما يتعلق الأمر بقناة اليمن اليوم. منذ لحظة انطلاقتها حرصت اليمن اليوم على تقديم نفسها للمشاهدين بصورة مغايرة عن الإعلام النمطي من خلال استراتيجية صحفية تعتمد القرب من الناس والالتحام بواقعهم، ومن ثم بلورة ذلك إلى مواد إعلامية بقوالب مختلفة. غير أن ما لم تكن القناة تتوقعه هو أن التزامها بنقل الأحداث لحظة فلحظة مجازفة تعرضها للاستهداف. فاتورة الباهظة دفعتها اليمن اليوم على مدى عامين، إذ تعرض عدد من كوادرها لسلسلة انتهاكات ممنهجة تنوعت بين الاعتقال والاعتداء بالضرب، لكن مكمن الخطر في ضلوع قيادات أمنية وتنفيذية باستهداف القناة وكوادرها. ففي وقت سابق أقدم مدير أمن محافظة إب على احتجاز مراسل اليمن اليوم ومصادرة كاميراتها، في وقت منع مراسلها في مأرب من دخول المحافظة بتوجيهات من المحافظ. قد نتفهم وضع القنوات ذات الأداء المتعثر والنمطي وانزعاجها من الحضور القوي لليمن اليوم وتمكنها من الاستئثار بثقة القطاع الأكبر من المشاهدين في وقت قياسي، لكن ما لا نفهمه هو انخراط زملاء المهنة في ماراثون التحريض على القناة وكوادرها بتهمة السبق، وكذا تقبل العسكر لفكرة أن السبق الإعلامي جريمة. وبعيدا عن طفح إعلام الشائعات الذي لم تعد لديه أي مهمة غير فبركة الحقائق وتوزيع التهم، تؤكد اليمن اليوم أنها ستحافظ على موقعها المتقدم في أولويات المشاهد اليمني من جهة، ومن جهة أنها ستواصل تلقين الإعلام المأزوم دروسا مجانية في الموضوعية حتى يدرك أن للإعلام مهمة غير الكذب والنيل من الحصول. هذا وقد أثنى عدد من المواطنين والمثقفين على الرسالة الإعلامية التي تقدمها قناة اليمن اليوم بمهنية عالية تراعي الموضوعية والحياد في نقد الحقيقة كما هي، فضلا عن سرعة وصولها إلى مواقع الأحداث دون غيرها من القنوات على الساحة. من خلال متابعتي للقناة، قناة محترمة تحوي على جميع الآراء، والشعب بده يشوف الآراء الإيجابية والآراء السلبية، وأحسن شيء إنه ما ينحذف أي شيء. الواقع أن قناة اليمن اليوم خرجت بثوب قشيب وقد عملت بوتيرة عالية حتى نالت استحسان وإعجاب المشاهدين والمستمعين في الداخل والخارج. اليمن اليوم قناة مميزة، قناة أشبعت رغبات وطموحات الناس، أنني أترقبها كل ساعة وكل لحظة وكل دقيقة. برامجها منوعة، برامجها وطنية، قناة تمثل الاعتدال والوسطية، ويعني قناة فتحت يعني أبوابها ل يعني جميع المشاركين من كل الفئات ومن كل الأحزاب. قناة ليست يعني فيها يعني سمة التحيز، قناة وطنية، قناة تخدم القضايا، قناة تحترم المشاهد. أعتبرها إضافة متميزة في المسار الإعلامي وتلعب دورا وطنيا هاما في هذا الزمن العجيب، ولا شك أن إضافة اليمن اليوم وغيرها من القنوات ستكون منبرا بجانب المنابر الأخرى للرأي الوطني الحر وللرأي الوحدوي الحر والذي يحافظ على اليمن وكرامته ووحدته ويكون صوتا متميزا ضد أي تقسيم لهذا الوطن الغالي. مجلس النواب